تواصلت لليوم الثالث على التوالي منافسات بطولة الاتحاد الدولي والآسيوي تحت 14 سنة، والتصفيات الإقليمية لغرب ووسط آسيا للتنس، والتي تستضيفها العاصمة مسقط وسط مشاركة 8 منتخبات. الحمد لله حققت الفوز اليوم، وإن شاء الله انتصر في مباريات ثانية عشان أتأهل في بطولات ثانية. المنافسات التي تقام على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر فرضت فيها المنتخبات الإيرانية سيطرتها على نتائج اليوم الثالث من المنافسات بعد أن حققت الفوز في جميع المباريات وسط منافسة شرسة من العراق وتركمانستان. وشهدت نتائج منتخبنا الوطني الأول في اليوم الثالث فوز عبد الرحمن الرحبي وأرين الإسكوية، فيما خسر المعتز المزروعي وسلم الريامية. كانت زينة الحمد لله، استمتعت واجد وأشوف اللاعبين، كانت زينة وحتى صعبة. وتعتبر هذه البطولة واحدة من أهم البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للتنس بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للتنس، وتقام بشكل سنوي.